وردا على كلمة الخنجر فيما نقل إلينا الثقات من إخواننا أنه قال أن هؤلاء يعني السلفيين قال عندهم مشكلة مع المحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشكلة مع المولد، مع المولود قال. وده زول كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه لوالده وولده والناس أجمعين. ونحن نسأل الله يثبتنا ويزيد أن يزيد المحبة في قلوبنا. لو ما كان بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خالفنا المجتمع كله عشان السنة دي، أنت فاهم؟ ما كان خالفنا الناس كلها وهم بيسخروا بينا، تلبس بنطلون زي باب الحمام، تسوي دقن، تعمل كيف، تلبس مرتك كيف، المجتمع كله بيستهتر مننا. ما كان صبرنا على الكلام ده. لو كان حبنا زي حبك انت، حب الجداد والزلابية والسكر يا مستهبل. انت عن الغيب، عن مراتب الغيب، تبصرة للناس وإزالة للالتباس. وفي باطن هذه المرتبة أي بعد المشاهدة يسقط الذكر، لأن صاحب هذه المرتبة مشاهد. قال بعد الذكر لله سبحانه وتعالى بعد الغيبة، قال بعد ذاك بيسقط عنك الذكر. قال والذكر إنما يكون للغائب، لكن أنت لما تبقى صوفي جد ما محتاج ليتذكر الله. قال بذكر الله، قال ويقولون في هذا المعنى يعني الصوفية بذكر الله تزداد الذنوب. ده كتاب البرهانية الصفحة 269. نحن اللي عندنا مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت يا مفتري يا خنجر والصوفية بتاعنك؟ قال بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، أحسن حاجة ما تذكر الله عند الصوفية. ده كتابك. تقدر تناغش يا خنجر؟ تقدر تناظر؟ تقدروا تجيبونا في قناة النيل الأزرق اتكاء انبطاح في ظل الآفاق النبوية؟ تعال جيبنا معك، خليني انبطح معك عشان اديك جوز دم انا اكسر كرعينك. طيب قال فترك الذكر افضل كل شيء، وشمس الذات ليس لها غروب. تفهم الكلام ده؟ وكلام كثير بيجيبوا الجماعة دين. هنا نفس الكلام ده جاب له قصة مختلقة وقام أيد كلام الحلاج. الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الأوبرة، والزول ده بليد بلادة عجيبة خلاص، جاب القصة وأيدها الصفحة 274 275. قال أما قصة الحلاج، قال فرضوان الله تعالى عليه، فقد كان يسير يوما وكان في فصل الشتاء، فقابلته هرة صغيرة تتلوى من البرد، فأخذها ووضعها في كم جبته، وعندما سئل عما في الجبة يعني في الجلابية قال ما في الجبة إلا الله. قال وعندما رأى الحاضرون الهرة حكموا لجهلهم، ده كلام البرهاني، قال لأنهم جهال قالوا زول ده كافر. قام أيدوا في الصفحة 276 قال وإني أرى وبئس رأيك أنت يا برهاني يا صوفي يا دجال يا مبتدع الميت المجدوع هنا ده سوق الشعبي. قال وإني أرى أن الشيخ الحلاج عليه رضوان الله، بيقول الكديسة الله ده قال عليه رضوان الله، ده اللي جابوا فرفور قبل أيام طريقة البرهانية، لأنه طريقة بقت فاشلة، جابوا ألمان ما نفعت، طفوا النور كابس الحر رب غفور ما نفعت، انت فاهم الكلام؟ بعد ذاك جابوا فرفور وفي النهاية ما عندكم حاجة غير جنقور، انت فاهم الحاصل؟ قال ما في الجبة إلا الله. قال والله تعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. هل فأينما تولوا فثم وجه الله معناه الله كديسة؟ رأيكم شنو في الكلام ده يا صوفية؟ ده كتاب تبرئة الذمة في نصح الأمة، تأليف لجامعه محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنه وأرضاه، الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية. ده الكتاب واحد. كتاب ثاني بتاع يستنبئونك، تقدر يا صوفية تناقشوا تورونا الأدلة بتاعت الكلام دي كيف؟ طيب قال الولي يخرج من القبر ويقضي حوائج الناس، وقام جاب له زندقة رد على الإمام الطبري، عشان ما تقول هؤلاء شباب. الطبري شباب؟ الطبري شيخ المفسرين من السلف الأوائل، فهمت؟ صفحة 183 عشان تعرف العقيدة بتاعت الصوفية. هل تستطيع أيها الخنجر أن تناقشنا في هذه العقائد؟
وأن تأتي لها بأدلة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأليس هذا طعن في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزعم أنت أيها المجرم الخنجر أنك تدعو الناس إلى محبته؟ طيب نشوف، قال الصفحة 183، قال هل في ده كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية، هذه لها صورته، فهمت؟ قال هل في إمكان الولي أن يخرج بنفسه من القبر ليقضي حوائج الناس؟ قال بما أن الفاعل الحقيقي في حياة الولي هو الله تعالى، عملا بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإن ذات الفاعل قادر على فعل ما يشاء حتى بعد وفاة الولي، سواء كان ذلك بإسناد قضايا الحوائج إلى ملك أو إلى صورة تنشأ من همة الولي أو إلى الولي نفسه، حيث أن الأولياء الإطلاق في البرزق والسراح لأرواحهم وبها يخرجون لقضايا الحوائج. والرد على الكلام ده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال الإمام القرطبي والرمي في هذه الآية رميان، رمي وهو أخذ التراب وبداية إلقائه، ورمي هو إيصال هذا الرمي، فأثبت الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بداية الرمي ونفى عنه إيصال الرمل إلى وجوه المشركين. ده الكلام ده قاله الإمام ابن جرير الطبري، فما عندك شبهة يا صوفي. طيب نمشي لقدام، قال شنو؟ قال من الكلام السيء جدا الممكن ذاته الزول المسطول يعني ذاته يتحير منه، بيتكلم عن انه كان ابو الحسن الشاذلي بيقول له ما تخش في الطريقه، ما بخش، وعمل فوق مخلص للسمانيه. قال فجلس اي ابو الحسن الشاذلي وبسط يده الي وقال هات يدك حتى ابايعك على طريقتنا الشاذليه، فسكت. قال لي انت سماني ابقى معانا شاذلي، داك سكت ده البروف. واذا بالجدار انشق وخرج منه شيخنا الشيخ احمد، الحيطه انشقت واحمد الطيب مرق من الحيطه، احمد الطيب ضب ولا شنو؟ فهمت؟ قال فقال للشيخ ابو الحسن للشيخ يا ابو الحسن لا تتعرض لمريدي، قال هذا مريدي. الصوفيه ذاته مش ياكلوا، هذا له كلامه هنا، ده مدير جامعه ام درمان الاسلاميه. قال فوقعت بينهما المشاجرة الشغلانية دورت. قال وإذا به نظر إلى البكري نظرة هائلة خرج من عينيه خيط نار وصلت إلى البكري فتباعد عني، وإذا برجل آخر أصلح بينهما وقرأ الفاتحة لهما. سألت هناك واحدا من هذا الذي أصلح بينهما، فقيل لي إنه الخضر، وكذب ساكت. كما الخضر؟ الخضر ربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون، والخضر عليه السلام مات كما قال العلماء، ولو كان حيا لكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وفي باطل كثير جدا قاعد في الكتاب ده، إن شاء الله رب